بفستان فوشيا مفتوح، جمانة مراد في أجرأ ظهور على البحر لتشعل مواقع التواصل والجمهور ينتقدها. وقبل الخبر، اللي لسه ما اشتركش في قناة أخبار الفنانين مع نادين اشترك عشان يعرف كل جديد ويحط اللايك والكومنت. أثارت الفنانة جمانة مراد حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن قامت بنشر مجموعة صور جديدة لها على حسابها الرسمي في موقع الانستجرام. وظهرت جمانة مرتدية فستان من اللون الفوشيا المكشوف من منطقة الصدر، كما انه يحتوي على فتحة كبيرة بمنطقة الارجل. ومن الناحية الجمالية، قامت جمانة بوضع القليل من احمر الشفاه والمكياج مع ترك خصولات شعرها منسدلة على ظهرها، وارتدت نظارة شمسية من اللون الفوشيا مع الكثير من الاكسسوارات والحلي. وتعرضت جمانة مراد بسبب الإطلالة للعديد من التعليقات التي انتقدت جراءتها، حيث كتب لها أحدهم: أنا مش متعود أشوفك بالمنظر ده، وآخر كتب: يا ريتك ما تصورتي.